الخبرة ما بتجيش بكبر السن، لكن بتيجي بالوقت اللي الواحد بيقضي في أي مكان. هو يمكن كابتن مجدي عبد الغني، اعتقد ان هو سامعني انه يقصد الدكتور كرم انه في الجبلايه بظروفها الحاليه اللي احنا عارفينها، مش الحاليه فقط يعني هذه الايام، لا بشكل عام، انه الامر الذي لا يدخل فيه الاعلام ولا يدري به الناس غالبا لا يحل ولا يصل الى اي قرار حاسم يعني. وكابتن سمير زاهر هو دائما يعني لما بيكلمني بيني وبينه يشكو من الاعلام، وانا دايما اقول له في كل مره انه ما احنا بنعرف كل اللي بيحصل في الفيفا وكل اللي بيحصل في الويفا وكل اللي بيحصل في الاتحاد الانجليزي والمشاكل الاتحاد الفرنساوي، يعني الاعلام المصري ما بيعملش بدعه يعني ان هو بيناقش قضايا اتحاد الكره في مصر. انا ما اعرفش راي حضرتك ايه. هو هقول لحضرتك حاجه، معلش يعني انا طبعا بحترم راي الكابتن مجدي قوي، لكن هو صاحب خبرة أكتر مني في داخل مجلس إدارة اتحاد الكورة، فهو شايف إن إحنا لولا إن إحنا صوتنا عالي ولولا إن إحنا أعلنا، ممكن نقول إن إحنا يعني إحنا للأسف إحنا حتى لما صوتنا عالي إحنا أسانا إلى نفسنا، لأن إحنا بينا إن إحنا مهمشين وده باين إن إحنا ضعاف. لكن أنا شايف إن حتى أنا لو باين نفسي ضعيف لمصلحة المكان اللي أنا فيه، أنا شايف إن ده مخلص. أنا مختلف مع حضرتك وهرجع للكابتن مجدي. أنا معترض تماما على إن أنتوا بنتوا مهمشين أو ضعفاء، أنتوا بنتوا كاثنين أو ثلاثة بتدافعوا عن الحق. يا دكتور ياسر. أيوه كابتن مجدي. بعد إذن حضرتك. اتفضل. هو أنا عايز أقول حاجة، وطبعا الدكتور كرم من أدبه قال لك إحنا لما طلعنا اتكلمنا من عدم فهمنا ولم نتطرق لاتهام شخصي. بالظبط. احنا قلنا ان الموضوع ده فيه شبهه واحنا محتاجين ان احنا نعرف، المفروض نعرف الحقيقه عشان نزيل الشبهه. قلنا حضرتك كم من المفترض ان على الكابتن سمير زاهر ان هو يبادر فور ما قدمه وطأت الى يعني مصر بعد المباراه، انه يكون حريص على الاجتماع بينا والاجتماع باعضاء مجلس الاداره اللي هو عارف ان هم مش عارفين حاجه عن الموضوع تماما. وبالتالي احنا لما طلعنا اتكلمنا بناء على خلفيات. يعني انا لما يتقال لي اقفل التليفون، انا هجيب لك اسم الشركه دلوقتي حالا اللي خدت عشان الفضايات كلها تبتدي تتصل بيها، وبعد كده لحد النهارده ما عنديش اسم الشركه، ما اعرفش اسمها ايه ولا رقم تليفونها ولا عنوانها لحد النهارده اليوم اللي انا بكلمك فيه دوت. يبقى ده اصلا محتاج تفسير. بالظبط. احنا لم نخطئ، احنا عبرنا عن وجهه نظرنا، احنا لن نكون مهمشين، احنا انا لا اقبل، ولذلك انا لا اقبل لما جه معايا ناس ما تقبلش يمكن الصوت بقى اقوى شويه، خد بالك. يعني الدكتور كرم لا يقبل هو كمان، والدكتور جمال محمد علي لا يقبل هو كمان. بالمناسبه يا كابتن مجدي، انا هجيب لك دكتوراه من رومانيا هشتريها لك انا عشان يبقوا انتوا ثلاثه دكاتره. يعني عشان يبقى الدكتور مجدي. احمد مجاهد لحد ما شويه يقبل وشويه ما اقبلش، انما عايز اقول الصوت علي فالتون علي، انما انا كنت لوحدي زمان اقبل لوحدي وحواليا الناس ماشي الحال. انا عايز اكد على كلامك يا كابتن مجدي بموقف محترم انت عملته النهارده لما انت عرفت موضوع ازمه ملابس المنتخب الاولمبي وانه مطلوب حوالي 17500 جنيه، فانت ارجأت الكلام في هذا الموضوع حتى يصل كابتن علاء عبد العزيز عشان تقعد معاه وتفهم منه حقيقه الملابس والاسعار. يعني انت عملت كده. احنا بكل يوم بيجينا بص، انت لو لم يكن هناك، يعني لما الدكتور كرم يمسك الورق بتاع الصادر والوارد ويشوف عنوان راس موضوع ممكن بالنسبه له هو يعدي عليه راس الموضوع. لكن انا من كتر الكتر النواحي يعلم البكا زي ما الناس بتقول. ويا ما دقت على الراس طبول. انت واخد بالك؟ فانا النهارده من راس الموضوع اعرف ان وراه ايه، اللي وراه ايه، اللي ورا الموضوع اصلا. فاحنا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان المفروض ان اي حاجه تتم جوه اتحاد كره القدم، يعني اجتماع يوم الثلاث ده احنا ما بلغناش بيه، وما اعرفش احنا مدعوين له ولا مش مدعوين له، ولو مدعوين مش عارف انت مدعو ولا لا، ولو مش مدعوين له ومش مدعوين له مش مدعوين له ليه؟ ومع 19 فرقه هيناقشوا ايه؟ ده اجتماع هيناقش مستقبل دوري المحترفين في مصر. ايه دوري المحترفين؟ يعني ايه؟ مش فاهم جدول اعماله فين؟ ومين اللي هيقعد فيه؟ ومين اللي
ومين اللي عندنا في الاتحاد فاهم في دوري المحترفين؟ انت بتتكلم بجد؟ بتتكلم بجد يا كابتن مجدي ولا بتهزر؟ والله بكلمك بجد. يعني انت عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وده اجتماع خطير جدا وهم جدا وانت لسه لم تدعى اليه. ودوري محترفين بناء عليه جه جواب من الاتحاد الدولي عشان بيحسنا على تطبيق دوري المحترفين. طب الجواب فين اصلا؟ ما اتعرضش علينا ايه؟ يعني حاجات كتيره جدا. احنا ما بنتكلمش من فراغ. احنا النهارده اذا اردت ان احترمك فعليك ان تحترمني، واذا اردت ان اكون بجانبك فعليك ان تكون بجانبي. انت كنت مشارك يا كابتن مجدي في تاجيل القيد الى شهر فبراير ولا برضو ده انت حضرتك ما تعرفش؟ لا 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 ده قرار خد بال حضرتك، ده قرار لجنه شؤون اللاعبين اللي انا باشرف عليها بوضع اليد. خد بالك هذا مرضى ناس كتيره، لكن انا بحاول اطلع فكري واطلع شغلي. لما بعمل حاجه غلط تبقى الناس تيجي تقول لي انت غلطت. انا بفضل الله يعني بحاول احط خبرتي غصب عن عين اي حد جوه الاتحاد. طب اسمعني عشان انا عايز اعرف رايك في قضيه مهمه جدا هناقش فيها دكتور كرم كردي. دكتور كرم، هل صحيح انه في قرار للكابتن سمير زاهر بزياده مرتبات بعض موظفي الاتحاد رغم الازمه الماليه الحاليه؟ ده قرار امتى ده؟ انا عرفت انه في قرار بكده اليومين دول يعني؟ لا 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 لا، واذا كان في انا بقول لك انه هيتلغي. يعني اذا كان هذا القرار صحيح لن يستمر او لن ينفذ يعني؟ لا لا لا، الكلام ده مش موجود. طب عايز اخد راي حضرتك في حاجه تانية يا دكتور كرم. انت حضرتك قلت لي انه بتراودك اسئله وعايز